والرسالة لكل قادات الحركات المسلحة بدون فرس، كل الحركات المسلحة. ممكن المرتع بتاع البهاية محل الناس اللي بترجع كويس؟ الرسالة لكل قادات الحركات المسلحة الموجودين من قريضة من جوقان الزرقاء لحد ما تمشي السنقو بدون مجاملة لأي حد، بدون مجاملة لأي زول. نحن ما دايرين مشاكل، ما دايرين مشاكل قبلية يستفيد منها ناس معينة. عندكم قضايا، القضايا تتحل، تتحل حل جذري، لكن سواقة منهجية ما بتودي الناس لقدام، ما بتودينا لقدام ولا حتعمر حاجة. والحرب هسه أنا بتكلم معكم عن حرب جارية والإعلام ساكت. والمرة اللي فاتت الدكة انحرقت بنفس الشيء، الناس سكتت ما تكلمت في الإعلام إلا بعد ما ناس الدكة فزعوا جو برضو حرب القريضة. قلنا لكم الناس تمشي تفتش الحقائق عشان نزول لما تطلع، تطلع بذمة، تطلع بذمة حقيقية عشان ما تقول كلام كذب ولا لأهلك ولا لزول الثاني. أنا بتكلم في المناطق اللي اتكلمت فيها دي، من جوقان الزرقاء لحد قريضة لحد سعدون سرقيلة، المناطق دي الناس لازم تاخذ بالها كويس. ناس متعايشين مئات الآلاف السنين، الجدة شنو؟ أنا داير أعرف الجدة شنو؟ حركة منكم بالناوي لما جات قعدت في قريضة في 2003 و2004، أنتم عارفين إنها ناس ما احتدت على حركة، حركة براها بقت كانت بتشيل الناس وبتطلب، كان شنو؟ بتشيل الرواعي وبتطلب منهم قروش. والكلام ده بدأ من أبناء قريضة، اسمه الكلام ده كويس، وده ما بودينا حقيقي، ودارين يحلوا القضايا. القضايا دي اذا نحن كقادات ما قدرنا حليناها يبقى علينا مناطقنا عليها السلام. لا يمكن نحن نكون موجودين ولسه بنموت مع بعضنا البعض، نجي نقول والله احنا السودان ده لا، نحن لازم 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 نكون احنا لازم نكون حقيقيين ونحاسب المجرم من عندنا كلنا مع بعض، نطلع المجرم من مننا. الزول اللي بيمشي بيعتدي مننا يمشي يطلع برا يخش السجن، والكلام ده لازم الناس تعرفه كويس. وما تفتكر انه انت مثلا يعني قبل كده عشان عملت حاجه مثلا في الامم المتحده، الامم المتحده هو هتجي هتشيل حق الزول عشان تديك له انت، ده برضه كذب، ده كذب بالمناسبه. وقالوا اهل مكه ادرى بشعابها، انتوا ناس الموجودين في الارض حلوا قضاياكم، عيب الكلام اللي قاعد يحصل ده، عيب الكلام اللي قاعد يحصل ده ما صحيح. والرسالة لأبناء القبائل اللي بتكلم فيها، أبناء المناطق الموجودين الآن في فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي هولندا، بقول لكم يا جماعة القضايا لا تتحل بالحرب، الحرب ما بودينا لقدامه. اللي بيدفع الثمن أنت لما تمشي لماشية بقر بيشرب الموية، عندك قضية هاي أمشي للعدارة، أمشي للعدارة. أنت لما تمشي تلقى بقر دارات يشرب مويه تدفن لهم العد، بالليل مشيت واستللت ودفنت عد، كلام ده الاسبوع الفات الناس ما تكلمت، سكت الساقي الموضوع ده، ناس سكتوا منه. وانتوا عارفين الكلام ده كويس بنفس المناطق اللي بتكلم فيها دي. هل شنو؟ هل عندنا نقول مرحب بالحرب؟ رايكم شنو انتوا؟ كلنا ما حامد براو، كلنا كأبناء المنطقة، ما لا قبيلة واحدة ولا لأي زول، كلنا رأيكم شنو انتم؟ نقول مرحب بالحرب الآن؟ نعم الشير والله كم مرحب بالحرب؟ يبقى معناته نحن لحد أسير، معناته ما حنحل قضايانا، ما حنحل قضية، أصلا ما حنحل قضية، ما حنحل قضية، ما حنحل قضية. اسمه الكلام ده كويس وبقول لكم ده كويس. وإذا كان مثلا السلام اللي بتتكلم عليه الحكومة الحسي، الحكومة المدنية، السلام الحسي موجود في الحكومة المدنية، ده سلام فاشل. لو أي قبيلة في دارفور، أي قبيلة في دارفور هي بتعمل لها قوة وبتمشي بتقدم سلامها، سلام قبيلة لقبيلة، يبقى أنه القبائل لأي قبيلة تعمل لها جيش وتجيب براها. اسمه الكلام ده كويس، وده أنا ما قلت ساكت برضه، حسي هنسمع هنسمع المؤتمر الحصل في الطينه، دايرين نسمع كلام الزول ده حسي برضه داير اجيبه، عشان كده لازم نتكلم عليه كلام كثير جدا، عشان ما في زول يجي يقول له والله انت بتحاجمنا، لا لا احنا دايرين نبني دوله، والدوله دايرين نبنيها دي لا يمكن نبني دوله احصائيه، لازم كلنا نكون فيها.
ولازم كلنا نحاسب المجرم من عندنا، كلنا نحاسب المجرم من عندنا، لا يمكن نعوي المجرم مهما يكلف الثمن. لكن الحل باليد ولا حل بالسنون. نحن ما ممكن نقعد كل يوم كاتلين نفرين شايلين بقر، كاتلين نفرين دافنين العد، البقر ما يشرب مش الرحل، مو ممكن بيعمل الكلام ده، منو عنده فائده للكلام ده ذاته؟ العنده المستفيد من الموضوع ده منو؟ نحن داري نعرف الزول الداري يعمل الاسم ده يعني يبلبل النيران بين جريدو وبين تونس وبين ديمسو وبين سيرجيرو وبين ده منو ذاته؟ وليه ذاته اصلا؟ ومستفيد شو؟ مستفيد شنو انت؟ مثلا انا داري اعرف يعني. نحن اكبر من الكلام اللي قاعد يحصل له، ونحن قادرين ان نتمنى من الله على الوقلاء كل من الشباب اللي هنا الموجودين في المناطق اللي بتكلم فيها دي الناس تخش في الموضوع ده، والموضوع ده لازم ينتهي ولازم يكون له حزم حقيقي بدون مجامله لاي احد. نحن ما دايرين اي شيء، ما دايرين خلاف مع اي زول، ولا عندنا عداوه مع اي زول، عنده حق ياخذ حقه. اسمعوا الكلام ده كويس، كلكم ناس ما قاعدين في المناطق دي بدون استثناء لاي قبيله معينه، لأن المناطق اللي بتكلم فيها دي لا قاعدين فيها المساجد لوحدهم ولا قاعدين فيها الفلاتة لوحدهم. والموضوع لازم يتحزم. والأجندة السياسية بتاع السلام جوا ما بتتنفس بنفس الطريقة اللي هي مع الشباب. نحن هم نكون ناسنا كلهم ما بكونوا من قريضة واسمن ده وسرجيل وغيرهم، نحن هم نكون نحن ضحايا عشان ناس واحدين يركبوا كراسي في داخل المنابر الحكومية. لا ابدا. ولا الناس الحسة حاليا بيمشوا مدني وبيمشوا سنار وبيمشوا وين ديل حركات المسلحه اللي بتسمي نفسها هي حركات دارفور، ولا هي بذات نفسها عشان تودي الناس لقدام ابدا. نو اي زول بيفتكر الكلام ده، ده كلام ساكت. لان احنا شفنا السلام اللي عملوه اخواننا، وشفنا الاحتفال اللي هم عملوه باسم ده يوم ما كان يعني اول المعتبر بتاع الشهيد عمران الله يرحمه كويس في الطينه، سمعنا اللايف وسمعنا كل الكلام اللي انقال، والكلام ده كلنا كان سمعناه. والكلام كان بيقول انه يا حميدتي ما كان لشعب دارفور، ما كان لشعب دارفور، وده الكلام اللي كنا احنا قاعدين نتكلم فيه والان هسه حاليا بقينا فيه. اذا كان اي قبيله في السودان الحكومه هسه موجوده، المجلس العسكري والمجلس المدني، اذا عمليه بقت بالقبائل خليهم فوق يدهم، لان هم بدوا الكلام ده بالقبائل واتفاقيه جوا بدت بالقبائل، وانا حامد يعقوب مسؤول من الكلام اللي بقوله. ليه؟ لان احنا الزغاوه طلعوا قالوا نحن كزغاوه اذا انك انت خطيت يدك معانا نحن يا حميدتي حتحكم السودان، حميدتي ما يحكم السودان بقبيله واحده. ده كلام انا برضه بقوله لكم، لازم اي زول لازم يعرف الكلام ده كويس. ولما بنقول الكلام ده بنحاجم، ما كنا بنحاجم ساكت، لا كنا بنحاجم بادله وبوثائق. وزي ما قلت لك الحكومة تم في تشاد مبتم في السودان. كلام ده انتم ما قادرين تفهموه. أبناءنا أبناء قريضة كلها تمسك من الضعين لحد ما تمشي آخر أفريقيا الوسطى، لازم أي زول يعرف الكلام ده كله. إحنا ما عندنا عنصرية مع زول. دايرين بناية بتاعت وطن حقيقي، ودايرين أي زول ياخذ حقه. أي زول أخذ حقه ياخذ حقه. لا عندكم رأي اللي قاعدين تعملوه في الجروبات، والقاعدين تعملوا في جزء من الحركات المسلحه، والحاجات اللي قاعدين تعملوها تحت دايرينها برا، تعالوا كلنا نقعد نجي برا ونجيب الدين بتاع النادي كلها. انت ذاتك لو حبوبك طلع من افريقيا الوسطى ما تقعد في السودان، عشان اي زول لازم يعرف الكلام ده كويس. ونحن جاهزين لاي تحدي، الكلام ده في السودان احنا جاهزين لاي تحدي. عشان كده قبل كده قلنا عشان السودان ده اي زول يسكت ما في زول يرفع خشمه، نعمل البرنامج بتاع الجينات الوراثيه عشان اي قبيله في السودان دي تسكت. الناس كلكم يا راجل واحد، ما تقعدوا يشرزموكم ها، واي زول بيشوف هو احسن من الثاني. ما في زول احسن من زول عشان ياخذ عرضيه الانسان. والكلام اللي بيقوله حسي دكتور جبرين واللي بيقوله حميدتي بقى واحد، يقول لك لا انت في دارفور انت قاعد في ارض ما في زول عنده ارض. لا لك الضب، في زول عنده ارض، في زول عنده ارض، في زول عنده ارض حقته ملكه، في زول ما عنده عرض. ما فاهم الكلام ده؟ في زول عنده حاكورة حقته، في زول ما عنده حاكورة، لكن ما قلنا ما عنده حاكورة ده يطردوه.
لكن انتم ما قادرين تفهموا الكلام اللي قاعدين نتكلم فيه. كل الابناء الحامش ما قادرين تفهموا الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه ده. احنا ما قادرين نطبل لقبيله معينه. وهسه المشكله بتاعت الحاصله بين اسمه ده، المشكله الحاصله دي انا اتمنى انه ها المشكله دي الناس تمشي تحلها. ما عندنا حياس لاي زول وتفتش الخطا وين والصحه والرساله لوالي ولا جنوب دارفور طام صد حرب برا ما بتنفع. بالذات مشكله قريبه دي لازم تتحلى، لازم نعرف الجذور بتاعت المشكله قريبه وجوقانا، لازم نعرف جذور الازمه الحقيقيه اللي بتحصل في المناطق دي لازم تتحلى الليله قبل بكره. لازم تتحلى. نحن ما دايرين مشاكل، دايرين نحط يدينا مع بعض، دايرين نبني وطن حقيقي. في زول متظلم اللي يطلع طوالي عنده حق قانوني الناس تدي حقه الليله قبل بكره. ما في اي اثنين ثلاثه. لكن لا يمكن ان زول يجي يقول لا احنا ما دايرين احمر عظام في في في, في السودان مثلا يعني مثلا. ما بقى كلام زي ده. كلام ده ما كله احمر عضان هو عربي. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهم القصه دي؟ عشان كده قلنا اي زول مثقف قرا كويس الناس اللي حسي والكتل السياسيه اللي بتكلم فيها، ما بتكلم في الحركات المسلحه، القبائل اللي بتكلم فيها دي بتكلم في الكتل السياسيه حقتها اللي بتجعجع النيران تحت. دولة فلانين، دولة فلانين، دولة فلانين، ما في كلام زي ده حقك. لكن بقول لك ما بيبقى اذا انت داير تعمل دولة ذاتك، لو ما جيت من حولك كده ما بتبقى دولة اثنية بتاعت قبيلة واحدة. لا يمكن تبني دولة، لا يمكن. فانت ما تدخل اهلك في تهلكة، لا يمكن تدخل اهلك في التهلكة. انت عندك سياسة، قرب الناس من حولك، جيب المجتمع كله من حولك، خلي الناس تسمعك، اشرح للناس مشروعك. بعد 20 سنه بعد 30 سنه على حق الشغل على هو التقدير. لكن ما بالموت الفكره اللي بقى سنه 80 87 88 نفس السيناريو من سنه 88، من زمان الناس كان بتقفل المراحل للناس. ومشكله دارفور بدأت بنفس الكلام ده، وخليته المؤتمر الوطني جاي استفاد من الناس، جاء استفاد من الناس. المؤتمر الوطني لما جاء استفاد من الروح الليل، لانه لقوا الروح اللي لقوا نفسهم مقفولين، دارين يسيروا بيجي بيلقوا الطريق مسدود، دارين يسيروا بهنا بيجي بيلقوا الطريق ده مسدود. الطريق ده في الخريف بخلوه في الدرج بخلوه فاتح، بيجي الرشاش بيجي بيلقوه مقفول، لا فيه حله، لا فيه ده، لا فيه زول قريب، لا فيه زول بعيد. يقول لك لا ده اراضينا واحنا قفلناه. الكلام ده ما حق الليله يا جماعه، ان احنا بنتصارع فيه هسه ده ما حق مؤتمر وطني. اسمعوا الكلام ده كويس، ده امس قولوا لي زول ما عرف التاريخ في السودان ده. ونحن لحد يوم الليله دايرين نبني وطن، لحد يوم الليله ما دايرين حرب. كلنا ما دايرين حرب، ونحن انا حامد ضد الحرب مهما يكلف الثمن، لازم اي حاجه لازم تتحلى، حل جذري. حلا باليد ولا حلا بالسنون. والرساله لكل قائدة الحركات المسلحه، والرساله لكل الكتيلات في داخل القبائل الموجوده في المناطق اللي بتكلم فيها دي، بدون فرز لاي انسان. ما ندفع الناس ثمن ساكن، ما ندفع اهلنا ثمن بجهل. كفايه الحرب اللي شفناها في 2001 2002 2003 2004، كفايه حرب، كفايه مسكرات، كفايه نزول. ما نقعد نتعصب، نكره بعضنا البعض يا اخي. الناس بيشربوا في المويه، انت يا اخي المويه دي لا يمكن ان تحارب انسان في المويه. الزول اللي بيمشي بيقتلك في المويه واللي بيطفل لك المويه ممكن يسمم بقرك. نفس السيناريو شفناه في تشاد، نفس السيناريو شفناه في تشاد ممكن يبقى في دارفور.